60. في ناس واجده يعني يقول لك ما فيش داعي من ند، انا نقدت انفسكم انتم في بين الاول وبين راس لانوف، بين راس لانوف ان الاثنين متشابهه الى حد ما. هذه البيانات كلها تنص بان العمل لازم يكون بقانون 51. ليش انا نشكل في لصياغه الدستور؟ ما عندي مانيش في حاجه لها، انا عندنا دستور نحن وكنا نعمل به ومن افضل انواع الدساتير يعني، وش في من مشكله؟ نعم. المتصل الثالث 8% قلتها انت، 8% شعبيه التيار الفيدرالي. طبعا بالضبط، بارك الله فيك. هو طبعا قال لك يعني ممكن تنزل للشارع، احنا ممكن عند الحق هذه، ممكن عند الحق ممكن ننزل للشارع ونقيس، نحن نقيس الراي العام بحيث نثبت يعني. طلبتم باستفتاء؟ حنطالب باستفتاء، طبعا حنطالب باستفتاء. بالنسبه لقياس الراي العام يعني كلفت شباب حركه شباب برقاء بان احتمال حيقوموا ب، مش احتمال يعني، اليوم قلت تكلمنا على الموضوع هذا، لازم تكون عندنا احصائيات دقيقه فيما يتعلق ب بالحراك الفيدرالي او بالنظام الفيدرالي في الاقليم، يعني في الاقليم وخاصه في منطقه البطنين طبعا تحديدا، لازم نعرف عدد يعني من هم اللي معاه ومن هم اللي ضد النظام الفيدرالي. نعم. ممكن 80% هم طبعا اللي اجتمعت معهم اليوم، معظمهم يقولوا نسبة عالية حقيقة، احنا قلنا 80% تقريبا، ما نبيش نقول له في بعض الأحيان يقول لك اللي يحسبوا حد يفضله واللي يجرب روحه ما يغلب حد. ممكن يقول لك الكلام اللي تقول فيه مظبوط، أو الكلام اللي تقول فيه قلتوا أنتوا لأنكم اللي اجتمعتوا اليوم كلهم الحركة شباب برقة، وأكيد يقولوا لكم نسبة عالية، لكن ما زال نحن نؤمن بالنسبة لنا الفيدراليين زي ما حكيت، الفيدراليين حاضرين وماضم طرحهم سلمي وطرحهم علمي. الاستفتاء هل على إقليم برقة أو على كل أراضي الوطن؟ الاستفتاء حيكون على الإقليم. الاستفتاء حيكون على الإقليم. لأنه حيكون على إقليم برقة، لأنهم والأقاليم الأخرى إذا كان نحن ما عندناش مشكلة، إذا كانت الأقاليم الأخرى طالب بالنظام الفيدرالي زي إقليم فزان. إذا كان الاستفتاء نعم لإقليم برقة إقليم فيدرالي وباقي الدولة، هل يكون اتحادي؟ هذه طبعا ما أعتقد، ما عندهمش خيار. إذا كان 80% زي ما قلنا نحن أو 75% من سكان الإقليم، من سكان إقليم برقة طالبوا بالنظام الفيدرالي، حتما ما عندهمش خيار اللي يطبقوا النظام الفيدرالي. وشنو خيارهم؟ متصل الأخير الآخر يقول الفيدرالية موجودة بالقوة. الفيدرالية لم تفرض بالقوة، اللي فرض بالقوة هو تغيير سياسة الحكومة وتغيير سياسة المؤتمر الوطني عن طريق الميليشيات الموجودة في طرابلس. الفيدرالية لم تفرض بالقوة، مش عارف كيف يعني كيف قالوا فرضت بالقوة، لم تفرض الفيدرالية بالقوة على الإطلاق. نعم. طيب شرف، أستاذ طيب شرف يقول وبين لبس بين عفوا إغلاق الموانئ النفطية وعلاقتها بالتيار الفيدرالي وتحدثتم فيها، واضحة بالضبط هذا واضح طبعا، هو لبس بين النظام الفيدرالي وإغلاق الموانئ، ما لهاش أي علاقة بإغلاق الموانئ. إغلاق الموانئ شباب حركة شباب برقة أغلقوا الموانئ لأسباب جرائم اقتصادية، ما لهاش علاقة بالحراك الفيدرالي على الإطلاق. هذا هو اللبس يعني، مشكلة هو تشويه للفيدرالية حقيقة. المتصل السادس، أنت قلت تحدثت سالفا لا أؤمن بنظرية المؤامرة، وهو يقول أؤمن بهذه النظرية ويسأل هل هناك خارطة طريق للتيار الفيدرالي. بالنسبة لطبعا أنا شخصيا ما نؤمنش بنظرية المؤامرة، لأن يعني الإنسان بطبع إنسان خير، وإنسان يعني لازم يكون خير، يعني من هو يعني يؤمن بنظرية المؤامرة؟ أنا ما نتهم أحد أنه هو ضد النظام الفيدرالي، أو يعني بالنسبة لل يعني ما أنا أنه هو تكلم فيما يتعلق بأن في بعض الناس أغلقوا أو ما نصح بعض، هو تحدث عن عن عن, عن 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 الإسلام السياسي، تحدث عن الإسلام السياسي وقال الإسلام السياسي أو الميليشيات المهدلجة هي لها دور في 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 تسيير الحكومة أو في الضغط على حكومة زيدان والضغط على المؤتمر الوطني. طبعا يعني ممكن هذا وارد، لكن أنا ما عنديش أشياء تثبت هذا الطرح. لكن هل هناك خارطة طريق؟ بالنسبة لخارطة طريق الإقليم طبعا ما نقدرش نتحرك بدون خارطة طريق. عندنا خارطة طريق، وخارطة طريق تكمن في تشكيل حكومة الإقليم خلال أسبوع أو 10 أيام، حتشكل حكومة الإقليم. وخارطة طريق واضحة، هو النظام الفيدرالي، يعني نظامنا واضح ومطلبنا واضح. يعني موقف التيار الفيدرالي من انتخاب لجنة 60 تحدثت فيها؟ تحدثنا عنها. نعم. كذلك متصل أخي آخر حميد سيف النصر،
يتحدث عن طرح التيار الفيدرالي الوقت والأشخاص؟ الوقت طبعا دائما نسمح فيها طبعا يقول لك مش وقت بها امتى الوقت يعني الوقت اعتقد ان الوقت ملح. ليش ملح؟ لان البلاد في أزمة في انفلات أمني وخاصة في عاصمة الإقليم. الوقت بها يمتى يعني بهم نحن هي مش 2+2=4 يعني لازم نحلل أزمة الأمن. هم في يعني في اعتقاد الفيدراليين أو الفيدراليين عندهم اعتقاد بأن حل مشكلة الأمن وانفلات الأمني وما يحصل في ليبيا لم لا تحل إلا ببناء أو يعني إلا بالنظام الفيدرالي. هذا بالنسبة للأشخاص طبعا تكلم عليه هو سؤال مشاقين اثنين. قوة الدفاع برقة قادرة على بسط الأمن؟ قوة الدفاع برقة بإذن الله حتكون قادرة، ما عندناش خيار نحن، لأن نحن نبن أمن إقليمنا، نحن نبن أمن الإقليم، نحن نبن تريح، نحب الأمن، رغم أن أصبحنا نفكر في الأمن بدون ما نفكر في حقنا في تحقيق الذات. هذه مشكلة حتى هي، لكن ما عندناش خيار، أنا نحقق الأمن. مجرد ما نحقق الأمن حنرجع حسب السلم أبراهام مازلو، حنرجع للأمن للعلاقاتنا مع أنفسنا وتكون جيدة وصحية، وبعدين بعدين تحقيق الذات. بارك الله فيك، وهذا نحن اللي نسعى له يعني الأمن. لازم نحن ما عندناش خيار إلا نحقق الأمن لمواطنينا في هذا الإقليم. متصل جديد يقول: جئت من أمريكا لبناء وطن كما قلت، والآن تنادي ببرقاء، فأين فزان وطرابلس؟ والله طبعا أنا بالنسبة لي أنا يعني فزان وطرابلس هن جزء لا يتجزأ من ليبيا، وحتى هن من حق يعني من حقهم في النماء ومن حقهم في التطور ومن حقهم في 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 برنامج يعني نهوضي. ما عنديش مشكلة، لكن أنا طبعا عشت في هذا الإقليم. هذا لا يعني أني أنا ما نقدمش خبراتي وما نقدمش الأشياء اللي عندي لإقليم طرابلس ولا لإقليم فزان، لكن أنا يعني حصل وأني ولدت في هذا الإقليم وأني من أهل هذا الإقليم، وممكن يعني خيركم لأهله يعني نالق. وبعدين أنا شفت بعد ما نزلت في هذا الإقليم، شفت الإقليم هذا فعلا في حاجة لمساعدة في اعتقادنا بحكم التهميش. يعني 45 سنة التهميش، يعني اللي نشوف فينا التهميش ما زال مستمر حتى بعد ثورة 17 فبراير. التهميش لإقليم برقة ما زال مستمر. بالتالي يعني نحن أنا جيت لهذا الإقليم لمساعدة هذا الإقليم، وخاصة في الجانب الأكاديمي. أنا ندرس في جامعة كلية الإعلام جامعة بنغازي، وندرس في المرج، ويعني ونشتغل مع الأخوة في في في, في إقليم برقة، وهذا هذا هذا يعني نحاول نشارك بخبرتي بحكمي عشت في دولة فيدرالية. ونتمنى أن ليبيا تكون زي أمريكا زي ما حكيت لك في البداية. أنا أي شيء جميل وكويس، أي جامعة منظمة، أي سوق منظم، أي شوارع مرصوفة وشكلها جيد، نتمنى في 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 الإقليم يعني. نعم. كذلك يقول العزل السياسي هو تطهير لساحة وطن خطيفة 42 سنة. طبعا هذه من يعني من كل واحد من حق أن يقول وجهة نظره. وجهة نظرنا نحن في مجلس إقليم برقة أو في برقة عموما، وهذا يعني كلام قال الشيخ أحمد الزبير السنوسي بارك الله فيه، ومعظم الناس يعني معظم حتى في الدائرة السياسية للإقليم أستاذ إبراهيم جذران وكل الناس اللي متصدرين المشهد السياسي في برقة. نحن لا نؤمن بالعزل السياسي بفرضه بالقوة. نحن لا نفرض العزل السياسي بالقوة كما هو موجود في طرابلس أو فرض بالقوة. من اللي عزله سياسيا؟ نكون معك صريح، عزله سياسيا الدكتور محمد يوسف المقري في 30 سنة معارضة، وبعدين كفيه بهذا الشكل يعني زي ما يقولوا أهالي يعني زي ما يقولوا أهالينا اللي درها النمل في سنة شيلها جمل في خفة. مش بهذا الشكل. أنت 30 سنة هذا الإنسان معارض، وبعدين تجي وتعزله بجرد قدم، بصراحة أنا بجرد قلم همجية يا أخي أنت شوف ليش عزلت هذا الرجل. وبعدين حتى كلمة عزل بصراحة كلمة شيطانية. كلمة عازل كيف؟ هو مصاب طاعون ولا مصاب شنو يعني تعزل فيه يا أخي؟ حتى مفرد سيمانتكس، حتى مفردات اللغة لازم نكونوا دقيقين فيها. أنت عزلت دكتور محمد يوسف المقريب، هل تعلم أن الدكتور محمد يوسف المقريب أفضل من كتب على التاريخ في ليبيا؟ وهذا معروف لدى كل الناس في ليبيا، أفضل من كتب على التاريخ المعاصر في ليبيا، وانت تعزله بهذا الشكل. انا مانيش مساعدنا زي يوسف محمد يوسف المقريب، لان اشتغل مع القذافي في سنتين ثلاثه وكان سفيرنا في الهند. ما انا مشكله بليش ما عزلوش الناس الاخرين اللي قاعدين بالمؤتمر الوطني والحكومه؟ مو علي زيدان ليش ما نكون احنا ليش الكلب المكيالين يعني؟ هذه اللي حتى انا مش خش راسي يعني بصراحه. انا معك صريح، لا علي زيدان مش كان في سفارتنا في الهند مع محمد يوسف المقريب؟ لم يعزل مثلا؟ مو كانوا نفس كانوا في نفس السفاره ولكن ليس في نفس المهمة. ممكن في ممكن ما مش في نفس المهمة، لكن كانوا كلهم يشتغلوا مع القذافي.
مش كنا مكلم تحت المظلة؟ بشنو بالنسبة لعلي زيدان إذا كان مش وشنو اللي زايد في علي زيدان مثلا يكون يشتغل في سفارتنا السفارة الليبية في الهند لو كان ما عندهش ولاءات للنظام القذافي؟ وناس كثيرين يعني موجودين الآن في سدة حكومة زيدان وفي سدة مؤتمر وطني كلهم لهم علاقة بالنظام القذافي وبمشروع سيف الإسلام، مشروع الغد ليبيا الغد، واجدين كانوا مع سيف الإسلام وما زالوا الآن هم في شخصيات نافذة لهم في الدولة. نعم أخونا رزق يقول هو يعمل في يعني في هذا الحقل النقدي من 67. نعم يقول نعم. هناك عدة طرق للقياس، يعني قد يكون هناك سرقة وقد لا يكون، قد يكون هناك سرقة وقد لا يكون، بس نحن نقول هناك سرقة لأن نحن جبنا متخصصين حسب ما يقولوا حركة شباب برقة، أن هم جابوا متخصصين واكتشفوا بأن في سرقة في العدادات أو في سرقة أو في يعني زي ما تقول في اختلاسات أو في جرائم اقتصادية ترتكب في هذه المواني، بالتالي ما جبنا يعني ما يعني بالعقل في حاجة بالعقل كيف تتهم واحد وأنت ما عندكش دليل؟ نحن ما اتهمناش علي زيدان بأنه قام برشوة في مطار بنين الساعة 6:30 الصباح إلا عندنا دليل باحترافات اللي قدم الرشوة. نحن ما نؤمن بالتبلي، ما أعتقد الأستاذ إبراهيم سعيد جدران أنه يتهم واحد بدون دليل، يعني ما لهاش معنى. دكتور شاب الله، أنت رئيس مجلس الإعلام بالإقليم، نعم. كيف ترى الإعلام في ليبيا في هذه الحالة؟ الإعلام في ليبيا طبعا هذا سؤال يعني سؤال في محل بارك الله فيك. الإعلام عموما في ليبيا ما زال يعاني من أشياء كثيرة، في الكوادر طبعا الكوادر، وفي نفس الوقت يعاني في عملية نرجع إلى قضية بما يسمى بخارطة طريق. الإعلام في ليبيا ما عندش خارطة طريق واضحة. نأخذ القنوات الفضائية على سبيل المثال، أو يعني قريب إلى فيسبوك إلى حد ما قريب إلى الفيسبوك فعلا. يعني ما يعني ما زي ما تقول ما لش حاجة واضحة، ما لش خطاب إعلامي واضح، لأن الإعلام في نظرنا ركن من أركان الأمران. الإعلام هو ضمير الأمة، الإعلام المفترض تكون له خارطة طريق واضحة وهو يخلق. الإعلام هو ضمير الأمة إلى جانب كونه هو السلطة الأولى وليس بالسلطة الرابعة كما يروج بعض الإعلاميين للعالم الثالث. الإعلام في ليبيا اللي موجود الآن كله مؤدلج وكله يتبع ميليشيات معينة، بصراحة نكون معك صريح يعني، ولو أننا طبعا ما نبيش، لكن معظم الإعلام وخاصة القنوات الموجودة في الغرب الطرابلسي أو في الإقليم الطرابلسي صح التعبير، هذه القنوات كلها ملهاش تفرق ولا توحد لأنها تتبع تيارات وأيديولوجيات معينة. الإعلام مفروض الإعلام هو اللي وحد الأمة. ناخذ مثلا على سبيل المثال، ولو أننا طبعا احنا نبحث عن مرجعية، أنا قاعد في أمريكا من 77 لأنتو يعني الإعلام الأمريكي هو اللي خلق الوحدة الأمريكية، اللي يشعر به الإنسان في آيوا في أقصى الشمال لازم يشعر به اللي في أقصى الجنوب في تكساس على سبيل المثال. الإعلام هو اللي وحد الأمة الأمريكية. نحن الإعلام مفروض اللي في طرابلس هو اللي وحد، بدل ما يعني يخلق فرقة ومش عارف من دار في برقة وهذا دار في بنغازي، ولو أنا بالنسبة لهم برقة ما في شيء إلا بنغازي، يعني هم يقولوا بنغازي وبهذا الشكل يا أخي. وحتى قضايا الاغتيال ما يتناولوش فيهن بالشكل الجيد، ولو أنهم يقول لك يعني اللي لاحظتنا للأسف بعض من القنوات اللي موجودة في طرابلس أو قطر طرابلسي يقولوا والله، أو ولاية طرابلس زي ما تسميها يقول لك والله الأمن وضخم العملية، ولو يعني ولو أن الانفلات الأمني ولو أن الانفلات الأمني أصبح قدر مغازي، عرفت قصدي؟ ولو أن الاغتيالات ولو أن التفجيرات أصبح قدر عاصمة الإقليم، يعني مش عارف. أنا ما نبيش نقول هم في حالة تشفي في الإقليم، لكن طريقة اللي تتناول بها القنوات الإعلامية الموجودة في طرابلس وقضية ما أعتقد أنها ما توحد الأمة، ما توحد ليبيا تحت النظام الاتحادي أو توحد ليبيا. إذا ما هي خطط الإعلامية كونكم أنتم تترأسون المجلس الإعلام الإقليمي؟ العقلانية والمصداقية والشفافية، وأنك تأخذ الموضوع وتسمع وجهة النظر الأخرى بالشفافية الكاملة. أنا أقصد خططكم أنتم كما خططنا نحن في إقليم برقة هو الابتعاد عن حراس البوابات، هو حرية الرأي
وأن الإنسان يتكلم بمصداقية، لأن بالنسبة لنا نحن الآن خلق